اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. هقرا لحضراتكم جزء من مقال استاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي في موقع الكابتن. رئيس القسم الرياضي في موقع الكابتن. اخر حاجة يعني هو طبعا مقال انا شايفه مقال لطيف جدا ولكن اخر المقال هو اللي يهمني لان هتكلم عنه. استاذ سعيد بيقول ما اود قوله في نهاية المطاف. بأننا لم ولن نقصد ابدا تجريح الشحات فكنا داعمين ولا زلنا داعمين له ولكن لاعبين ولكل لاعبين لكن دعمنا ليس مشروطا بما يروق يروق لك ان اكبر خطيئه قد تمارس بحقك تلك التي يمارسها من يخدعوك من يخدعونك يصورونك مثاليا يحيطونك دائما بالاكاذيب فيدعونك غارقا في بحر الفشل فيدعونك غارقا في بحر الفشل حتى تستفيق على صدمه، على يقين كامل بان الدفاع المستميت ومحاوله وقف اي نقد يصدر ضد اللاعب ليس موقف القناه ولا موقف النادي ولا موقف محمود الخطيب الذي علمنا دائما ولا زال يعلمنا كيف نكون ناجحين فاعلين قدوه لغيرنا فهل يدرك الشحات اين يقف قبل فوات الاوان؟ ده دستور الاساطير لماذا لا يتعلم الشحات من دروس الخطيب؟ ده في موقع الكابتن والحقيقه استاذ سعيد قال اللي انا عايز اتكلم فيه هل غير مسموح بنقد حسين الشحات او اي لاعب في النادي الاهلي؟ حضرتك يا استاذ سعيد وهو صديق يعني استاذ سعيد صديق استاذ سعيد علي صديق يعني استاذ سعيد حضرتك لو اتبعت او شفت قناه النادي الاهلي واستوديو قناه النادي الاهلي هتعرف ان لا يوجد احد فوق النقد لا يوجد احد فوق النقد ولكن ممكن نكون بننتقد بطريقه اكثر ايجابيه لإن احنا عارفين كويس جدا إن حسين الشحات وغيره من اللاعبين اللي بيتم انتقادهم داخل قناة النادي الأهلي داخل قناة النادي الأهلي هم قيمة كبيرة للنادي الأهلي كلنا عارفين هذا الكلام بما إنهم موجودين في هذا النادي وولاد النادي يعني بقالهم لهم أربع خمس سنين في النادي وياما جابوا بطولات لماذا لم يكن حسين الشحات لما خد هذه البطولات لعيب بيلعب كرة الشوارع هي دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها هي دي النقطة اللي زعلتني جدا 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 من موقع الكابتن. والاستاذ سعيد وبالمناسبة الاستاذ سعيد له حق الرد لو عايز يا ريت يخش معانا على التليفون ونقدر نتكلم معاه في هذا الامر لانه الكلام اللي هو قايله في المقال اللي هو كاتبه بايده خلاني اغير الكلام اللي انا كنت هقوله الحقيقة لانه هات لي يا سمير شوية العناوين اللي اتقالت خلال الفترة الاخيرة على موقع الكابتن. فلو حضرتك يا استاذ سعيد لو حضرتك شايف ان ان هذه ال العناوين هي نقد بناء هي نقد بناء اوكي ولكن جمهور الأهل يصدم امير هشام في حسين الشحات بعد هجومه على مقال الكابتن احنا ما بنهاجمش احنا دايما بنتكلم بشكل ودي مفاجاه ريكاردو سواريش يشيد باداء حسين الشحات حسين الشحات كرة الشوارع تليق بك خليك بس واقف معايا هنا شوية يا لو سمحت هل هذا العنوان يا أستاذ سعيد يمثل نقد بناء اللي أنا مع حضرتك فيه مليون في المية لأن النقد أساسه أو نقد النقاد الرياضيين أساسه إن هو يصلح حاجة تكون موجودة في النادي الأهلي في نادي الزمالك في نادي الإسماعيلي في كل الأندية فالحقيقة انا كنت مبسوط جدا بالحوار او بالمقال اللي عمله استاذ سعيد ولكن في نفس الوقت اتمنى ان استاذ سعيد يرد عليا ويقول لي يعني هل يا استاذ سعيد كره الشوارع تليق بيك ده عنوان لطيف عنوان كويس هل هو نقد بناء زي ما حضرتك قلت في مقالك اللي انا لسه قاري نصه معلش هو مقال كبير بالمناسبه للي عايز يقراه لانه مقال لطيف وكويس استاذ سعيد بيكتب بحرفيه فكتابته جميله ف... كاتبه حلو فعلا كلنا بنتعلم من الكابتن خطيب مين ما بيتعلمش من الكابتن خطيب انا اسف جدا يعني هو مين ما بيتعلمش كلنا في بعض المواقف انا شخصيا كنت في بعض المواقف وتعلمت من الكابتن خطيب حاجات كتيره جدا غيري وغيري وغيري واحسن مني مليون مره وناس كتيره جدا اصدقاء كتير جدا اتعلموا من الكابتن خطيب حسين الشحات لازم يتعلم من الكابتن خطيب، هل حضرتك تتخيل يا استاذ سعيد ان حسين الشحات مثلا لا يعلم ان هو مش مش ماشي كويس الفتره اللي فاتت؟ مليون في الميه حضرتك عارف ان اي لعيب بينه وبين نفسه بيبقى موجود، ولكن عندما نجد او عندما يكون هناك انتقاد من داخل النادي الاهلي ومن قناه النادي الاهلي بيكون انتقاد عشان نبني عليه خلال الفتره اللي جايه. لان بالنسبه لنا وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي حسين الشحات احد لاعبي النادي الاهلي ممكن ننتقده وجمهور النادي الاهلي بينتقده واحنا ننتقده ما عندناش مشكله ولكن في النهايه انا اقف كثيرا عند هذا العنوان كرة الشوارع تليق بيك هل ده عنوان عادي أتمنى الأستاذ سعيد لو يقدر يعني يعمل معنا مداخلة تبقى لطيفة جدا ونسمع منه رأيه ووجهة نظره في هذا الأمر لأنه موضوع مهم جدا جدا جدا